منه وقتل شبابكم باش تردوا باش تردوا 700 شهيد يا وعودي 700 شهيد مين اللي قاعد ساكتي وين امهات الشهداء وين العوائل وكم يوم نطلع كل احنا بيوم واحد دنيهم بيوم واحد دنيهم والله ما نبقيهم والله العظيم ما تبقون والله يا ماما وعيونك وريحتك الحرب اللي منها ما يبقون ما اسكت اليوم بالتحرير وبعشر بالحبوبي ووراها بالمزرعة وبكرمة يا ناس احرقهم وحرق بصوتي والله العظيم دموعي وحزني لا حولها غضب عليهم انا حقوم مع كابوس عليهم مصير ما اسكت يا ماما يا مؤنس ولا خلك مني يا ماما ولا خلك مني شوف شو تسوي بيهم شوف شو تسوي بيهم طالب يريد وطن كل الشباب ايش يردوني يريدوني ابني قال طلع سود علي بالفيديو مالته بالمظاهرات مال الجامعة قال احنا دم الشهيد يمثلنا وعلي ابني انا دم الشهيد يمثلنا وعلي هسه طالع اريد دم الشهيد واريد الوطن منهم دم الشهداء والوطن ان احنا اولاد رادوا بس وطن احنا نطالبهم بدم اولادنا والوطن قال ابني قال احنا نريد تغيير شامل من راس الهرم يسوى ما نريدكم مشكلتنا مو برئيس الوزراء يوم يشيلون واحد وتحطون واحد كلكم ما نريدكم نظامكم الفاسد ما نريده احزابكم ما نريده هاي الساحات الحره من هاي الاصوات الحره يطلع لنا واحد ان شاء الله يقودنا مثل ما قادونا شهدائنا احنا شهدائنا يقودونا احنا شهدائنا يقودونا من ساحات الحريه من ساحات الحريه يطلع اللي يقود الشهداء وشكرا جزيلا.